على دابا اللي تيسمع الاذان في الصبح في الظهر في العصر في المغرب في العشاء، اليوم غدا يوم غدا ولا يجيب. هذا معناه راه بالحاله ديالو كاين تيقول ما جايش ما جايش. إذا تسمع حيا على الفلاح حيا على الصلاح وما تجيش اليوم ما تجيش غدا، إذا أنت معنزز مفرعن متمرد، ونعوذ بالله من التمرد، وهذه صفة شيطانية. إن الشيطان هو اللي بداها النهار الأول، يوم قال الله للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس مالك أنا خير منه لأنني خلقتني من نار وخلقتني من تراب. حنا في هذه الأسئلة قال لك سجد سجد. شوف الملائكة اللي مطيعين قال الله سجدوا فسجدوا فورا، وهذا اللي متمرد. وفاش تسبب طرده الله من رحمته، لا حظ له في رحمة الله. يا تبي أيوه أنت من نحن من شبوبنا اللي حيت غلط اعترف وتاب لله. كون خصنا نكونوا الا بغينا نجيو تيقولوا في العربيه من شبه اباه فما ظلم. الا بغينا نكون نيت نكون اسمو نشبه بنا الذي قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا